ما بيشوفش مثلا 12 حالات 20 حالة كل يوم فيهم الهايبرتنشن. موضوع يعني في كلام كتير جدا دلوقتي، المفروض انها يعني انت تبقى لحد ما ملم بهذا الكلام. هيدروكيفالوس ليه تعريفات كتير، اشهر تعريف اللي هو بيقوله الناس العامه يعني ووتر اون ذا برين، يعني ميه على المخ، او سي اس اف في دايليتد فنتريكل، يعني الفنتريكلز الكبيره بغض النظر ايه اللي خلاها كبيره، سواء كان obstruction او اتروفي، و increase intraventricular pressure. والتعريف كل التعريفات ديت مش ماشيه قوي مع موضوع الهايدروكيفلس، لكن الهايدروكيفلس عباره عن accumulation of the CSF inside the ventricular system بسبب واحد من اثنين، يا اما المجاري بتاعت السي اس اف اتسدت، يا اما حصل اوفر برودكشن للسي اس اف. لو المجاري بتاعه السي اس اف اتسدت اسمه اوبستراكتيف هيدروكيفالوس. لو حصل اوفر برودكشن للسي اس اف عن طريق وجود تيومر في الكرويد بليكسس دوت اسمه سكريتري، ممكن تسميه كده سكريتري هيدروكيفالوس او تسميه نون اوبستراكتيف هيدروكيفالوس. لما السي اس اف يأكيوميليت جوه الفنتريكلز، الفنتريكلز تدايليت، ولما ما تقدرش تستوعب حجم الميه اللي موجود يبتدي السي اس اف يرشح كده بره الفنتريكل اللي احنا بنسميه بيري فنتريكولار ايديما. والبيري فنتريكولار ايديما ليها اسم تاني اسمها ريتروجريد، يعني بالمشقلب، ترانس ايبندايمال يعني عبر الفنتريكولار وول، سي اس اف برميشن يعني ارتشاح للسي اس اف حوالين الفنتريكل. قبل السي تي كان التشخيص بتاع الهيدروكيفلس عن طريق الكلام دوت، ان السوتشرز بتبقى وايد والفونتانيلز بتبقى بلجنج، ان الكرينيو فيشل ريشيو دلوقتي اكبر من الطبيعي، يعني دماغ الولد كبيره جدا بالنسبه للفيس، انك في الاكس راي تلاقي ايروجن اوف ذا دورسال سيلي نتيجه انكريز بريشر، وايام زمان يقول لك السكال مبطشه كده اهوت عشان الكونفوليوشنال ماركينجز بتعمل امبريشن على الكالفيريال بونز، وكانوا بيسموها سيلفر بيتن ابيرنس في الناس اللي عندها هيدروكيفالوس من فتره طويله. لكن بعد لما السي تي طلع والام ار طلع بقى في يعني التشخيص بقى سهل جدا. لما طلعت الحكايه دي كان في مقاسات، ومن ضمن المقاسات ديت حاجه اسمها ذا فنتريكولار انجل. الفنتريكولار انجل انك انت تقيس الزاويه ما بين الفرونتال هورنز بتوع اللاترال انجل. الزاويه ديت المفروض انها تبقى طبيعيه في الاتروفي وتبقى فيري نارو في الهيدروجيفس، بس انت مش محتاج قوي حد يقيس لك الزاويه عشان تعرف ان ده اتروفي وان ده هو الهيدروكيفلس. في الهيدروكيفلس الفنتريكلز بتدايليت والكورتيكال سالساي بتتمسح. في الاتروفي الفنتريكلز بتدايليت والكورتيكال سالساي بتدايليت برضه. وجود البيري فنتريكولار ايديما اللي هي في الصوره اللي فاتت علامه على ان في انكريز ان ذا بريشر انسايد ذا فنتريكل، بدليل ان سي اس اف سرح بره في الاتجاه المعكس. يبقى هي ديت الطرق تقريبا، يعني اللي هو narrowing of the ventricular angle، effacement of the cortical sulci، وبعدين periventricular edema. اما في الاتروفي، والاتروفي يعتبر نوع من انواع الهيدروكيفلس في عرف التسميه، ان الهيدروكيفلس عباره عن dilated ventricles. فالفنتريكلز ار دايليتد، الكورتيكال سالساي ار دايليتد. لما الفنتريكل يدايليت والكورتيكال سالساي يتمسح دوت اسمه هيدروكيفالوس. لما الفنتريكل يدايليت والكورتيكال سالساي تدايليت اسمه اتروفي. لما الفنتريكل يدايليت والكورتيكال سالساي تبقى نورمال اسمه نورمال بريشر هيدروكيفالوس، هنتكلم عليه بعد شويه. طيب السي اس اف بيتفرز عن طريق الكرويد بليكسس. الكرويد بليكسس موجوده في جميع الفنتريكل، موجوده في اللاترال وفي السيرد وفي الفورث.
لكن اكبر وحده موجوده في اللاترال فنتريكل، وهي المسؤوله عن افراز معظم السي اس اف اللي بيتفرز في اليوم. قد ايه سي اس اف في اليوم بيتفرز؟ نص لتر. نص لتر بيبقى produced by the choroid plexus mainly اللي موجوده في اللاترال فنتريكل. بعد لما يطلع السي اس اف في اللاترال فنتريكل يخرج عن طريق الفوريمن اوف مونرو الى الثيرد، وبعدين ينزل عن طريق الاكويدكت الى الفورس، وبعدين يخرج عن طريق الاوتلت فورامينا بتاعه الفورس اللي هم اللوشكا والماجندي، جزء منه يلف حوالين السيرفيس اوف ذا برين، جزء منه ينزل في السباينال كانال. اللي بيلف حوالين السيرفيس اوف ذا برين في حاجه اسمها الاراكنويد فيلاي، بتمتص السي اس اف دوت وتفضيه في الفينوس ساينسز، يعني بتحطه في الديورال ساينسز. بعد كده يطلع نص لتر تاني يغسل المخ ومش عارف ايه وايه، وبعدين الاراكنويد فيلاي تفضيه في الايه؟ في الفينوس ساينس. معنى كده ان اذا الاراكنويد فيلاي مش موجوده او حصل فيها دامج هيتكون السي اس اف ومش هيلاقي اللي يمتصه. معنى كده ان الفينوس ساينس لو حصل فيها ثرومبوزس مش هتعرف تصرف السي اس اف اللي جابته الاراكنويد فيلاي، وهيتكون برضو يحصل اوبستراكتيف هايدروكيفلس. يبقى الهايدروكيفلس في منه نوعين، واحد اسمه اوبستراكتيف اللي هو نتيجه انسداد في المجاري اللي بتصرف السي اس اف، واحد اسمه نون اوبستراكتيف اللي هو ان السي اس اف بقى كتير قوي 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 لدرجه ان المجاري المفتوحه مش قادره تتصرف. اشهر سبب للاوبستراكشن بتاع السي اس اف هو التيومز بصفه عامه، لكن طبعا التروما والانفكشن والجراحه والبلون كل الكلام دوت اسباب تؤدي الى اوبستراكشن اوف السي اس اف. بعض الناس بتقول لو واحد جاله هيدروكيفاليز طفل واحنا مش عارفين ايه السبب، يعني ولا جاله مننجيتس ولا جاله ما اعرفش ايه ولا ايه ولا ايه، بينصحوا انك انت تبص على السباين، لان يعني في بعض الاحيان سباينال تيومرز بتؤدي الى الهيدروكيفاليز. وده اللي هو الثيوريتيكال سبيكينج ليه السباينال تيومر يعمل هيدروكيفاليز، يا اما بيزود الفيسكوستي بتاعه السي اس اف نتيجه انكريز في البروتينز، يا اما يعمل اوبستراكشن ات ذا سيسترنا ماجنا، يا اما يعمل بلوكج اوف ذا سباينال سب اراكنويد سبيس اللي هو المفروض ان السي اس اف بينزل من فوق جوه السباين فهو قفله، فالسي اس اف هيضطر يطلع على فوق. بغض النظر اذا كان في واحد عنده هيدروكيفاليز unexplained مش عارفين ايه السبب بتاعه، يا ريت تبص على السكور. نمسك بقى المجاري بتاعه السي اس اف بتتسد فين. احنا قلنا ان السي اس اف بيطلع في الثيرد فنتريكل، بعدين يخرج منه على بيطلع في اللاترال يخرج منه على الثيرد عن طريق الفوريمن اوف مونرو. اول واحد بيتسد هو الفوريمن. الفوريمن اوف مونرو ممكن يتسد يونيلاترال وممكن يتسد باي لاترال. يونيلاترال اوبستراكشن هيخلي فنتريكل بس هو اللي دايليت والتاني يفضل زي ما هو، دوت اسمه يونيلاترال فورامينال اوبستراكشن. ايه اللي ممكن يسد الفوريمن لوحده؟ اي حاجه كونجينيتال، اتريزيا، ستينوزس، حاجات زي كده، او ليجن ونشن على فوريمن لوحده وساب التاني، زي مثلا التيوبرس سكليروزس، زي بعض الحاجات اللي هي بتقفل فوريمن لوحده، او كولويد سيست. الكولويد يوجوالي عشان بيبقى في النص فبيقفل الاثنين مع بعض، لكن في بعض الاحيان يكون صغير ومتلحلح شويه على ناحيه فيقفل واحد ويسيب. المهم لما يكون عندنا فنتريكل طبيعي والفنتريكل الثاني دايليتد مفيش اي سبب واضح، ممكن يكون هنا هو فورامينال ستينوزس في الفنتريكل دوت خلى الفنتريكل يدايليت دوت اليونيلاتر. قلت لك في التيومرز ان التيومرز بتعمل مسافه وبتبقى سراوندد باي ديما، ولما تدوس على الفنتريكل ممكن تعمل شيفت اوف ذا ميد لاين ستراكشر، فالفنتريكل بتاع الناحيه الثانيه بيدايليت. ليه؟
لان الفوريمن بتاعه بقى كينج كينكد فوريمن اوف مونرو نتيجه شيفت اوف ذا ميد لاين ستراكشرز، يخلي الفنتريكل بتاع الناحيه الثانيه اللي هي مش فيها تيومر يحصل فيه دايلاتيشن، ودوت احد الاسباب بتاعه اليونيلاترال فورامينال اوبستراكشن. اما البايلاترال فاشهر واحد فيهم هو الكولويد. الكولويد دوت مكانه بينشن على الانتير بارت اوف ذا ثيرد فنتريكل ويقفل الفورامينا على الناحيتين. طبعا الجاينت سيل سب ابندايمال استروسيتوما بتاعه التيوبرس بتعمل نفس الحكايه. اي حاجه سوبراسيلر ممكن تعمل نفس كرينيو فارينجوما سوبراسيلر مينينجيوما مش عارف مين، كل الكلام دوت ممكن يقفل الفورامينا الاثنين. دوت عيان عنده تيوبرس سكلروزس، عنده كالسيفايد ليجنز سب ابندايمال، وعنده جاينت سيل سب ابندايمال استروسيتوما، قفلت الفورامينا على الناحيتين وعملت دايلاتيشن اوف ذا فنتريك. وده واحد تاني عنده تيوبرس سكلروزس علشان في سب ابندايمال كالسيوم، وعنده سب ابندايمال جاينت سيل استروسيتوما، قفلت الاثنين بس هي منشنه على الفوريمن بتاع اليمين اكتر، فحصل هنا دايلاتيشن اكتر من الناحيه الثانيه. المحطة الثانية بأول محطة هي الفورامينا، والفورامينا يا إما يونيلاترال يا إما بايلاترال. المحطة الثانية هي الأكويدكت. الأكويدكت اللي هي بتصرف الـ CSF من الثيرد توديه على الفورس. لو الأكويدكت اتسدت هيحصل إن الثيرد يبقى دايليتد واللاترال برضو يبقى دايليتد بس الفورس يبقى نورمال. ايه اللي ممكن يسد الاكويدكت؟ نفس الحكايه كونجينيتال اكويدكتال ستينوزس، انفلاماتوري انكفالايتس مننجايتس اي حاجه من الكلام دوت، برين تيومرز زي برين ستيم جليوما وبينير بودي تيومرز، كل الحاجات القريبه من الاكويدكت ممكن تقفلها وتعمل اكويدكت ستينوزس وتعمل هايدروكيفلس. والهايدروكيفلس بتاع الاكويدكت يمثل خمس الاسباب بتاعه الهيدروكيفلس في الاطفال. يبقى لو الاكويدكت لو ما فيش سبب واضح يعني تيومر انفكشن مش عارف مين يبقى كونجنتال. كونجنتال بقى ويب وسبتم ودايفرام وما اعرفش مين كل الكلام دوت بعض الناس بتقول بيبان في الام ار في الساجيتال بالذات لان دوت الممر بتاع الاكويدكت ما بين الثيرد وما بين الفورس. ممكن تلاقي هنا ويب، ممكن تلاقي دايافرام في بعض الاحيان. ما لقيتش حاجه يبقى دوت كونجينيتال اكويدكتال ستينوزس، وهتلاقي الثيرد فنتريكل دايليتد، اللاترال فنتريكل دايليتد، الفورس فنتريكل ايه نورمال. And this is اكويدكتال ستينوزس. عندنا الفورس فنتريكل نورمال، الثيرد دايليتد، واللاترال فنتريكل برضه دايليتد، يبقى دوت اكويدكتال ستينوز. نفس الحكايه هنا في الام ار دوت، الفورس فنتريكل كويس، الثيرد فنتريكل دايليتد، اللاترال فنتريكلز ار دايليتد، وفي الساجيتال برضه نفس الحكايه، الفورس كويس، الثيرد دايليتد واللاترال فنتريكلز دايليتد، and this is اكويدكتال ستينوز. انت ممكن بقى تبرق في الحته بتاعت الاكويدكت، يعني مثلا الاكويدكت ديت مش باين فيها حاجه، ممكن تلاقي في مش عارف ايه نوت دايفرام او سبتم او ويب او ما اعرفش مين احتمال. بغض النظر كل دوت اسمه كونجنتال اكويدكتال ستينوزس طالما يو دونت سي ان اوبستراكتيف ليجن. افرض بقى في اوبستراكتيف ليجن زي برين ستيم جليوم، عندنا البرين ستيم از انفولد باي ماس، والماس ديت بطاطه الفورس فنتريكل وقفلت الريجن بتاعه الاكويدكت، ولما حقنا صبغه خدت صبغه يعني برين ستيم جليوم. يبقى ده احد الاسباب، جليوما التيومرز بصفه عامه من اكتر الحاجات اللي بتعمل اكويدكتال ستينوز. عندنا حاجه اسمها ليت اونست اكويدكتال ستينوز، واحد اتولد عادي جدا طبيعي جدا ما فيش اي مشاكل، بعد شويه لقينا عنده مانيفستيشنز اكويدكتال ستينوزس واحنا مش شايفين حاجه. ايه هي المانيفستيشنز ديت؟ ان الفورس فنتريكل كويس،
لكن الثيرد فنتريكل دايليتد واللاترال فنتريكلز دايليتد. كل الناس بتقول لو انت لقيت الحكايه ديت في السي تي لازم يكون في ام ار في الادلت. لو في واحد ادلت وطبعا دول هيشتكوا من هيدك، لما تعمل سي تي هتلاقي زي ما يكون في اكويداكتال ستينوز، يعني الفورس كويس واللاترال فنتريكلز دايليتد والثيرد. لازم تعمل ام ار اي علشان تستبعد وجود تيومر في البرين ستيم. التيومر دوت اسمه تكتل جليوم او تكتل بليت جليوم. الاول فين التكتل؟ ادي الكوادرجيمينال سيستم، الحته اللي لازقه فيها immediately من الميد برين اسمها ذا تكتم اوف ذا ميد برين. هذا التكتم ممكن يجي فيه جليوما، والجليوما ديت ليها مميزات معينه انك انت يعني ما بتشوفهاش خالص في السيتي وما بتاخدش سبب، ولما تعمل ام ار اي تلاقيها سودا في التي 1 وبيضه في التي 2 والفلير، وزي ما انت شايف كده عامله سيفير ناروينج of the posterior part of the third ventricle بالإضافة للأكويدكت، وده اللي بيبقى manifested كأنه أكويدكتال استينوز. And you don't see هذه الجليومة في السيتي بالذات لما تبقى من الحجم الصغير كده. العيان ده هوت عمل شنط، كان عنده هيدروكيفلس وعمل شنط وعنده 18 سنة، والشنطه ديت جابت له سب ديورال هيماتوما، هنتكلم بعد شويه على الكومبليكيشنز. لكن if you look carefully to the region of the tectum هتلاقي المنظر ده. خلي بالك كويس جدا ان الاكويدكت اوف سيلفيس اللي هي النقطه اللي موجوده في الحته ديت اللي انا وريتها لك في الاناتوم عادي جدا، انا بقول لك اهو عادي جدا انك تلاقي حواليها دوريايا بيضه في التيتو والفليه. خلاص عادي جدا، علشان اول ما وانا شفت هذا الكلام مكتوب في تقارير، اول ما الناس بتشوف الحكايه ديت يقول لك بس هي دي التكتل بليد جليوما. التكتل بليد جليوما اصلا ما بتشوفش الاكويدكت، اصلا بتكون قفلتها. المفروض لو انت فاكر في الاناتومي كان في نقطة سودة هنا اللي هي الأكويدكت، ما بقتش موجودة لأنها اتقفلت. فالعيان ده هو عنده تكتل بليت جليوما أبيض في الفلير وأبيض في التي 2، ولما تحقنها صبغة ما بتاخدش صبغة. دولت بعض الكلام على التكتل بليت جليوما. لو أنت فاكر في البرين تيومرز قلت لك ان في انواع من البرين تيومرز ما بتاخدش صبغه، بتبان سودا في السي تي وسودا في التي 1 وبيضه في التي 2 والفلير، ولو حنتها صبغه ما بتاخدش صبغه اسمها ديفيوز استروسايتوم. وفي التقسيمه الجديده قلت لك ان ده هو واحد من الاوليجودندروكليومرز اللي هما اللو جريد، لو انت فاكر يعني. اما لو انت مش فاكر فأمرنا إلى الله. المهم this type is one of the diffuse astrocytomas اللي هم اسمهم دلوقتي oligodendroglioma. وانا يمكن قلت لك وانا بقول المحاضرة ديت ما تتكلمش باللغة الجديدة في الامتحان، خلاص ما حدش عارفها وهتورط نفسك توريطة ملهاش حاجة. معايا؟ انا بقول لك اهو التكتل بليت جليومز ار انكاونترد في التشيلدرن والادوليسنت، سن اكبر من السن بتاع الاكويدكتال ستينوزس، في بعض الاحيان اسوشيتد ويز نيوروفايبروماتوزس تايب 1. لما بيحصل اكسبانشن للحته ديت من البرين من الميد برين اللي اسمها التكتم، اللي هنا على طول في الاناتومي هو الاكويدكت بتتقفل. لما تتقفل الفنتريكلز اللي فوق يحصل فيهم دايلاتيف. بعض الناس بتقول ان التكتل بليت جليوما في بعض الاحيان
ممكن تشوفها في السي تي زي البرين ستيم جليوما العادية، بتبقى سودة كده، وبعض الأحيان تلاقي فيها نقطة كالسيوم. فلو انت شفت الموضوع دوت في واحد ادوليسنت او يعني ادلت او كده، يعني كونسيدر ده تعمل له على طول ام ار اي. الام ار دو نوت سي الكالسيوم، ولكنه بيشوف التيومر زي ما انت شايف كده. والتيومر ده زي ما احنا قلنا ده اسود في التي 1 ابيض في التي 2، لو حقنته صبغه ما بياخدش صبغه. طيب وممكن يكون في كالسيوم، بس الكالسيوم مش هيتشاف الا عن طريق الايه؟ الا عن طريق الاس تي. العيان دوت ادي السي تي بتاعه، وده الفلير، وده التي 1، وده الصبغه، خد صبغه. اقول لك ايه ده؟ مش انت عمال تفرق وتحرق دلوقتي وتقول التكتل بليت ما بياخدش صبغه؟ طيب ما هو مش قران كريم يعني، افرض خد صبغه ما يبقاش تكتل بليت جليوما؟ هيبقى برضه تكتل بليت جليوما. يبقى this is the tectal plate glioma او tectal glioma بتاعه الميد برين. ايوه ما هي ديت من غير هيدروكيب. ليه عملنا بتاع؟ عشان الحته ديت فيها بلاوي كتيره، فيها كرينيال نيرس، يعني المريض بيبرزنت significant presentation بتدفعنا ان احنا نعمل كده. لكن العلاقه دوت بالهيدروكيفلس، ان احنا لو لقينا هيدروكيفلس في سن كبير اللي هو ادوليسنت او ادلت ومش شايفين حاجه وشكله زي الاكويدكت، يبقى لازم نبص على التكتم بتاع الميد برين بالام. تمام، يبقى احنا خلصنا المرحله الاولانيه اللي هي الفوريمن، والمرحله الثانيه اللي هي الاكويدكت، المرحلة الثالثة بقى اللي هي الاوتليت فورامينا بتاعت الفورسمنت. السي اس اف بيخرج من اللاترال الى الثيرد عن طريق الاكويدكت الحمراء دي الى الفورس فنتريكل عن طريق الفورامينا. بعد ايه اللي هيقفل الفورامينا بتاعت الفورس فنتريكل؟ كونجينيتال، زي كونجينيتال فورامينال اتريز، انفلاماتوري، منينجايتس وانكفالايتس والكلام ده كله. تيومرز اشهر حاجه الميدالوبلاستوما والاستروسيتوما، برين ستيم جليوما، الليبندايموما، الميتاستاسيس، كل الحاجات اللي بتحصل في البوستير الفصه ممكن تعمل. لما يحصل congenital obstruction of the outlet foramen، الاوتلت فورامينا ما بتفضيش السي اس اف، بيتحوش في الفورس وبعدين يطلع على الثيرد وبعدين يروح في اللاترال. فلما تعمل سي تي او ام ار تلاقي الفورس فنتريكل قد الحمار، وكل الفنتريكلز اللي فوق نفس الحكايه. And you cannot see an obstructive lesion، يعني ما فيش تيومر، ما فيش انفكشن، يبقى دوت اسمه اتريزيا اوف ذا اوتلت فورامينا اوف ذا فورس فنتريكل. وده الفرق بينه وبين الاكويدكت. في الاكويدكت الفورس فنتريكل بيبقى طبيعي، اما في الاتريزيا الفورس فنتريكل بيبقى بالون، كوره منتفشه على الاخر خالص. And this is atresia of the outlet foramen. The fourth ventricle is dilated. The third and lateral ventricles are dilated. دوت اسمه atresia of the outlet foramina of the fourth ventricle. نفس الحكايه هنا. The fourth is markedly dilated. The third, both lateral ventricles. And this is atresia of the outlet foramen. التيومرز اللي هتكمبرس الفورس فنتركل هتبططه زي ما انت شايف كده، زي الابندايموما، الميدالوبلاستوما، الاستروسيتوما، دست على الفورس فنتركل عملت هيدروكيفلس، دوت نفس الحكايه عملت هيدروكيفلس. يبقى دولت الحاجات اللي بتسد المجال، الفورامينا اوف مونورو والاكويدكت والاوتلت فورامينا اوف ذا فورس فنتريكل. كل اللي فات دوت اسمه اوبستراكتيف هيدروكيفلس، وليه اسم تاني اوبستراكتيف انترنال. انترنال يعني جوه الدايره بتاعه الفنتريكلز. افرض ان السي اس اف خرج من الفورس فنتريكل كله تمام، راح في الاركنويد سبيس، لقى الاركنويد فيلاي خربانه، يبقى في هيدروكيفلس بس اسمه external. external يعني خارج الدايره بتاعه الفنتريكل.
السي اس اف خرج من الفورس فينتر والاراكنويد فيلاي مصته، لكن جت تفضي في الفينس ساينسز لقيت ثرومبوزس، يبقى في هيدروكيفلس ولكنه اسمه ايه؟ اكسترنال هيدروكيفلس. خلاص؟ طيب ايه الحاجات اللي تبوظ الاركنويد فيلاي؟ الجماعه دول اي حاجه في السب اركنويد سبيس، سب اركنويد هيموريج، مننجيتس، ميتاستاسيز في السب اركنويد سبيس، او ان الفينس ساينسز تقفل. الفينس ساينسز هي البلاعه بتاعه السي اس اف، لو البلاعه اتسدت خلاص السي اس اف هيتحوش في الاماكن دي. السب اركنويد هيموريج جبنا سيرته قبل كده اكتر من مره، انك انت لما تعمل سي تي تلاقي ان السي اس اف سبيسز كلها فيها هايبر دنسيتيز بتاعه الريسنت بلاد، ولما تبص على الفنتريكولار سيستم تلاقيه كله دايليت، كله دايليت اللي هو الفورس والثيرد واللاترال فنتر، صح؟ لان السي اس اف خرج من الفورس فنتريكل ما عرفش يتصفى فرد على كله. ايه الفرق بين ده وبين الاتريزيا بتاعه الاوتريت فورامينا اوف ذا فورس فنتريكل؟ فرق جبار جدا، ان الفورس فنتريكل في ده دايليتد بس مينتيننج اتس نورمال كونفيجريشن، يعني هو ديستندد بس لسه ليه اوبا وليه ريسيسز وبتاع. اما في الاتريزيا بيكون منتفش على الاخر خالص. ده الفرق بين الاثنين. زائد يو سي ذا كوز اللي هو سواء كان المنجيتس او ليه الدايلاتيشن في الهيدروكيفلس ده ما بيكونش سيفير زي الباقيين، لان مش كل الاراكنويد فيلاي بتخرب. لما يحصل سب اراكنويد هيمرج او انفكشن او تيومر بيخرب شويه ويسيب شويه، فلسه في شويه شغالين بيمص السي اس اف واشتغلوا، وفي شويه خربانين ما بيشتغلوش بالوظيفه بتاعتهم. And this is subarachnoid hemorrhage in the subarachnoid space with basal cisterns where ventricular dilatation and force dilated maintaining its normal configuration in third وكذلك الايه اللاترال فنتريكلز. يبقى لو حصل دوت اسمه obstructive communicating external hydrocephalus، يعني الاوبستراكشن خارج دائرة الفنتريكلز. اما الفوريمن اوف مونرو والاكوي دكت والاتريزيا اوف ذا اوتر فورامينا اسمه اوبستراكتيف نون كوميونيكيتنج انترنال هايدروكيفلز. مفهوم؟ طيب يبقى لو حصل ان الديورال ساينسز اتسدت يبقى دوت اوبستراكتيف كوميونيكيتنج اكسترنال هايدروكيفلز. طيب حصل سكال بيز انوماليز، انوماليز ضيقت الفينس ريتيرن، يعني الديورال ساينسز عاوزه تفضي في الانترنال جاجلر مش عارفه تفضي، نفس الحكايه. او حصل بالمونري هايبرتنشن، يعني الفينس ريتيرن تورس ذا هارت مش شغال كويس، في ستاجنيشن اوف بلاد هيبقى ريفلكتد على الديورال ساينسز، هيحصل نفس الحكايه وطبعا بدرجات مختلفه. يعني البلمونري هايبرتنشن مش هيعمل سيفير هيدروكيفلس زي اللي هيعمله السب اركنويد هيمرج زي اللي هيعمله الاتريزيا اوف ذا اوتليت فورامينا اوف ذا فورس فنتر. ده اللي احنا بنسميه كوميونيكيتنج هيدروكيفلس، يعني الابستراكشن خارج دائره الفنتر، فبيكون الفورس دايليتد والثيرد دايليتد واللاترال دايليتد، ولكن الفورس محتفظ بشكله الايه الطبيعي. انت هنا لما تبص على الام ار دوت ممكن ما تكتشفش السبب، يعني بيكون المننجيتس خف او السب اركنويد هيموريج راح، لكن ايه اللي باقي عندك؟ الهيدروكيفلس. طيب ايه التشخيص بتاعك؟ كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. ايه السبب؟ ما اعرفش، هات الافلام القديمه قول لي الهيستوري بتاع العيان واحنا نعرف منه مين اللي كان السبب في هذا الموضوع. إذا لما تلاقي الفورس فنتريكل دايليت والثيرد دايليت واللاترال دايليت والفورس مينتيننج اتس نورمال كونفيجريشن دوت اسمه كوميونيكيتنج اوبستراكتيف اكسترنال هايدروكيفلس. ايه السبب بتاعه؟ واحد من اربعه، سباركنويد هيمرج، بيزل مننجيتس، مننجيال ميتاستاسيز، او ديورال ساينس ثرومبوس. And this is meningitis اللي هو مشهور جدا بيعمل الشغلانه ديت.
enhancement of the meninges اللي احنا سميناها ريبتو meninges قبل كده ودايلاتيشن of the ventricles due to obstructive communicating hydrocephalus. نفس الحكايه هنا دوت ويز كونتراست. طبعا لو ما كانش ويز كونتراست هيبقى ده هيموج، لكن لو بقى بالصبغه بدليل انك شايف الميدل سيريبرال مش عارف مين يبقى دوت اسمه بيزل مننجيتس ومعاه كوميونيكيتنج هايدروكيفالس. طيب يبقى لما تلاقي الفورس فنتريكل دايليت بس الكونفيجريشن بتاعه كويس والثيرد دايليتد واللاترال دايليت دوت اسمه كوميونيكيتنج هايدروكيفالس ليه سبب من اربعه. هؤلاء الاربعه ممكن ما يكونوش موجودين دلوقتي، يعني يكون كان حصل وساب الهايدروكيفلس وهو مش موجود في الصور، اللي هم اللي احنا قلناهم سب اراكنويد هيموريج بيزل مننجيتس مننجيال ميتاستاسيس اند ديورال ساينس ثرومبوز. نيجي لحاجه اسمها ترابد فورس فنتريكل. ترابد فورس فنتريكل يعني فورس فنتريكل مزنوق. ايه اللي زنق؟ العيان كان عنده المريض دوت يعني عنده اكويدكتال ستينوزس، خلاص حطينا فيها شنط في الاكويدكت ستينوزس، حطينا شنط فالفنتريكلز بقت كويسين. جه لسبب او لاخر انفكشن برولولولو اتسد الاوتليت فورامينا بتاعه الفورس فنتريكل، خلاص والفورس فنتريكل فيه كرويد بلكسس بتفرز سي اس اف، فعماله تفرز سي اس اف. السي اس اف مش قادر يتصرف علشان الاوتلت فورامينا مسدود. جه يطلع لفوق لقى الاكويدكت مسدود من الاول، يبقى هتلاقي العيان دوت الكلاسيك ابيرنس بتاعه ان عنده فنتريكلز فوق شكلهم كويس وفيهم شنط والفورس فنتريكل قد الحمار. دوت اسمه ترابد فورس فنتريكل، يعني الفورس فنتريكل اتزنق من تحت ومن فوق. لما بقى قد الحمار كده بيتصرف as a space occupying lesion in the posterior fossa، فيدوس بقى على البرين ستيم ويدوس على السيربيلم ويعمل signs and symptoms of space occupying lesion اتاكسيا ديبلوبيا مش عارف مين. هذا الموضوع مش rare في الكلينيكال براكتس، ممكن تشوفه فريكوينتلي انك انت تلاقي عيان عنده اللاترال فنتريكلز كويسين وفيهم شنط لان الشنطه دي اتحطت عشان الاكويدكت. بعد كده تلاقي عنده الفورس فنتريكل قد الحمار وبيشر سي اس اف حواليه، ده اسمه تراب لانه السي اس اف اللي جواه جاله من الكرويد اللي بتاعته مش قادر يطلع فوق عشان الاكويدكت، مش قادر ينزل تحت عشان الفورامينا مسدود. فهمت الموضوع ده؟ يبقى لما تلاقي واحد وعنده البنتريكلز اللي فوق كويسين وفيهم شنط والفورس فنتريكل قد الحمار، تعرف ان دوت اسمه ايه؟ ترابد فورس. نيجي بقى لحاجه اسمها نورمال بريشر هايدروكيفلس. ايه هو النورمال بريشر هايدروكيفلس؟ ان الفنتريكلز ار دايليتد بس البريشر جواهم مش انكريست. قال لك خلاص يبقى دوت اسمه اتروفي، عشان قلنا الهايدروكيفلس معناها انكريس بريشر جوه الفنتريكل، لكن دوت ده البريشر جواه زي من الاسم بتاعه كده البريشر جواه طبيعي. قال لك طيب بما ان هو اتروفي لازم كمان تكون الكورتيكال سبسايد دايليت، صح ولا ايه؟ بس في الديزيز دوت الكورتيكال سالساي بتكون نورمال، ولا بتكون راحت ولا بتكون اكزاجيريتد. قال لك يبقى نسمي الكلام ده هو سنترال برين اتروفي، يعني الاتروفي جه في السنتر وما جاش في السالساي. ناس قالت كده ماشي اوكي سنترال برين اتروفي، وناس تانية قالت نورمال بريشر هيدروكيفلس، وناس تانية قالت ايه احنا من اللي شفنا صرفه كده. المهم
انت لو انت في الامتحان وطلع لك واحد من دولت، يعني بيبقى حظك مش كويس، لان مفيش اي حد متفق اصلا على التسمية والفاينلز، كل واحد بالمنطلق بتاعه. وسهل قوي، لو انت حد سألك قلت نورمال بريشر هيدروكيفلس، هيقول لك نورمال بريشر ازاي وهو هيدروكيفلس؟ هيدروكيفلس يعني انكريز ان ذا بريشر. تقول له اترفي، يقول لك اترفي ازاي وكورتيكال سلساي مش عارف ايه والبتاع، ما تعرفش تروح له في اي حته. خلاص تقول له سنترال اترفي مثلا، انت ونصيبك. المهم، في ديزيز اسمه نورمال بريشر هيدروكيفلس، بعض الكتب متفقه عليه اللي هو يكون الفنتريكلز ار دايليتد والكورتيكال ساي مور. وقال لك بقى ده غالبا بيكون في ناس كبيره قوي في السن، وغالبا بيكون عندهم ديمنشيا. وبعض الناس لقت ان الديمنشيا بتتحسن لو عملت له شنط، يعني لو حطيت شنط تيوب جوه الفنتريكل يتحسن الديمنشيا عنده شويه. دولة الفايندنجز بتاعت النورمال بريشر. نمرة واحد، enlarged ventricles with normal sulci. الفنتريكلز دايليتد والسلساي طبيعي. بيري فنتريكولار اديما، لو طلع بيري فنتريكولار اديما يبقى ما فيش حاجة اسمها نورمال بريشر، لأن النورمال بيري فنتريكولار اديما معناها إن البريشر جوه الفنتريكل عالي، ودوت يتنافى مع الاسم. لكن الناس بتقول لو انت عاوز تعرف العيان ده هيستفيد من الشنط ولا لا، لو كان في بيري فنتريكولار اديما يبقى هيستفيد من الشنط. ولا انت فاهم حاجه؟ بس مش مشكله. دلوقتي في حاجه اسمها سي اس اف فلومتري، يعني بتقيس الفلو جوه الاكويدكت. فالفلو طبعا بيعلى جدا جوه الاكويدكت، فتلاقي الاكويدكت السوداء في التي 1 والتي 2 نتيجه ان فيها هاي فلو، عامل زي الفيسلز بالظبط. واحده ثالثه من الفايندنج او رابعه اللي هي بوينج اوف ذا كوربس كالوز، انك تلاقي الكوربس كده بتقوص لفوق. اذا النورمال بريشر هيدروكيفلس امتى يستفيد من الشنط؟ لما يكون السيمتومز دي موجوده، العيان عنده abnormal gait وعنده bowing of the corpus callosum وعنده balloon third ventricle او dilated third ventricle وعنده history قبل كده of infection او hemorrhage، يعني subarachnoid hemorrhage او basal meningitis. هي غالبا اللي انتهت بالموضوع ده، اللي هي فضلت يعني الاثر بتاعها راح وبقى ريزيديوال فنتريكولار دايليتيشن، وما يكونش العيان دوت عنده هيستوري اوف اسكيميا، يعني ما جالوش انفاركشن، ما جالوش مش عارف ايه، حاجات زي كده. دول نعم دي كلام النيورولوجي هم اللي بيقولوه، لو في بيري فنتريكولار اديما يبقى غالبا هيستفيد كويس من الشنط. فمثلا زي العيان دوت كده، انت دلوقتي دوت فلير ايمجز، الفنتريكلز ار دايليتد والكورتيكال سلساي نورمال. طيب اللي حوالين الفنتريكلز دوت اسكيميك وايت ماتر بتاعت السب كورتيكال ارتيريو سكلروتيك انكيفالوباثي ولا برين ايديما؟ ما تعرفش، ما تقدرش تعرف. لو عملت حتى ديفيوجن مش هيفيدك قوي في الموضوع دوت، لان الاثنين العيانين دولت عندهم الترايات دوت مشهور قوي، اللي هو الاتاكسيا والديمنشيا واليورينري انكونتنس. بعض الناس بتقول الحاجات ديت بتتحسن لما تعمل شنط، وموضوع بقى يعني يا ماتر اوف جادجمنت. دايما العيان بيكون سنه كبير، وهنعمل شنطه ولا مش هنعمل، هيتحسن مش هيتحسن، الكلام ده كله. الجيت ديستربنس موصوف في الكتب كده، جيت ديستربنس كاركترايزد باي فيت سيمينج تو بي اتاتشد تو ذا فلور، بيسموها ماجنتيك جيت. فاهمه؟ ايوه، مش عارف يرفع رجله بصعوبه شديده، كانه ماشي على مغناطيس، كانه عارف انت في السجن اللي هو السجون ابو غريب والتنام والكلام ده، بيلبسوا
مسبون جزمة حديد ومغناطيس الأرضيات كلها، فيمشي بصعوبة شديدة جدا، يرفع رجله بصعوبة ويحط رجله بصعوبة وكده، أحد ألوان التعذيب يعني الخفيف. ما أعرفش جاز عشان ما أعرفش يا رب الله أعلم. المهم دوت اسمه ماجنتيك جيت، يعني بيرفع رجله بصعوبة شديدة ويحطها بصعوبة شديدة. نيجي بقى للهيدروكيفلس بتاع زيادة إفراز السي اس اف، وده هو بيكون ديوتو كورويد بليكسس بابلوما أو كارسينوما. وقلت لك في الانترافنتريكولار تيومرز إن البابلوما ممكن تبقى فانكشننج فتفرز سي اس اف، وممكن ما تبقاش فما تفرز. لو كان في بابلوما فانكشننج بدل نص لتر بيبقى 2.5 لتر، 2.5 لتر يعني 5 أضعاف حجم السي اس اف الطبيعي. ده محتاج شغلانه جامده جدا عشان تصفيه، بكون النتيجه ان الفنتريكلز دايليت والكورتيكال سالسايت تبقى كل حاجه دايليت نتيجه اوفر برودكشن. دوت الوحيد اللي مش اوبستراكتيف، يعني ما فيش حاجه تسدد ولا جوه الفنتريكل ولا بره الفنتريكل، لكن اللي حصل زياده افراز في السي اس ام. فلما يحصل اوفر برودكشن يحصل هيدروكيفلس اسمه نون اوبستراكتيف هيدروكيفلس. الهيدروكيفلس العلاج بتاعه انك تركب شنطه تيوب. الشنطه ايام زمان كان ليها كومبليكيشنز بالهبل، دلوقتي الامور بعد لما اتعدلت الطريقه والشنطه بقت تقدر تتحكم فيها من بره وتفتحها شويه صغيرين بدل ما تركب الشنطه ويحصل سادن دي كومبريشن اوف ذا فنتريكل، ابتدت الحاجات دي تتظبط، وهم دولت الكومبليكيشنز المعروفين. نمره 1 مال فانكشن، يعني ركبت الشنط وتعمل فولو اب الفنتريكل زي ما هو ما بيتحسنش، يعني الشنط مش شغاله او يعني فيها مشكله. التاني حاجه الشنط ديت من البرين على البطن، اي حاجه في البطن انفكشن بتاع بريتونايتس تطلع على طول على المخ. ثالث حاجه سب ديورال هيماتوم، ان لما يحصل سادن ديكومبريشن اوف الفنتريكل ينزف العيان، ينزف على ناحيه او على الناحيتين. ديت واحده كانت مشهوره قوي من الكومبليكيشنز بتاعت الشنط القديمه. وبعدين حاجه اسمها سليت فنتريكل سيندروم هنقول عليه دلوقتي. انت بتعرف ازاي الشنط شغاله كويس ولا لا؟ بالفولو اب، يعني كان عيان عامل كده بعد الشنطه بقى عامل كده، يبقى شغال ولا مش شغال؟ شغال كويس خلاص. يبقى معنى كده انك انت لما يقصدك فحص واحد بس ما تعرفش الشنطه شغاله ولا لا، ما انت تعرف من فين، لازم تشوف القديم اللي هو اتركبت على اساس وشوف. الانفكشن بيطلع من الابدومين، او هي نفسها الشنطه تبقى سكندري انفكتد فتخلي الفنتريكل يبقى خراج، ولما الفنتريكل يبقى خراج الجدار بتاعه بياخد سبقه زي ما انت شايف كده، اللي احنا سميناه ايام زمان فنتريكولايتس او ابندايمايتس. لما الفنتريكل يبقى انفليم الجدار بتاعه بينهانس، واحد اسباب الانفلاميشن تو ذا فنتريكل هي الشنط تيوب. وقلت لك انا في الانفكشن بتاع البرين ان المننجيز ممكن يحصل مننجيتس بعدين تدخل على البرين تعمل ابسس وبعدين تدخل على الفنتريكل تعمل فنتريكولايتس، والعكس صحيح، الفنتريكل ممكن يبقى انفليم بيطلع على البرين برينكما ويطلع على المننجيز، وممكن الانفكشن يبتدي الاول في البرين برينكما ويسمع في المننجيز ويسمع في الفنتريكل. لما بيحصل كده ده المكان بتاع الشنط، وده الفنتريكلز تحولت الى خراجين كبار، المارجن بتاع الفنتركل واخده صبغه وهو الفنتركل مليان مليان بالصديد. السب ديورال هيماتوما زي ما قلت لك مع الشانس القديمه ما تقدرش تتحكم في الفلو، فلما بتحطها لو عملت سادن دي كومبريشن يبتدي المريض ينزف حوالين ان ذا سب ديورال سبيس. دلوقتي بقى في حاجه اسمها هاي بريشر فالف اللي كنت تقدر تظبط الشنط من بره زي الجهاز الوريد كده، عنده البكره الصغيره دي تفتحها وتقفلها فتزود الفلو او تقلل. لكن دوت مثلا واحد الشنط
نزلت الحجم بتاع الفنتريكل على الاخر خالص، حصل له سب ديورال هيماتوم على الناحيتين، واحده كبيره جدا على الشمال واحده صغيره على اليمين. And this is another example. دي الشنطة تيوب وده الفنتريكلز ديكومبريزد، لكن عنده سب ديورال هيماتوما هنا وعنده سب ديورال هيماتوما الناحية. نيجي بقى للسليت فنتريكل. سليت فنتريكل يعني معناها ان الفنتريكل قد النمل، صح؟ الكتب بتقول هو انت اصلا مركب الشنطة ليه؟ مش عشان الفنتريكل تصغر، صح ولا ايه؟ طيب تصغر قد ايه؟ يعني عاوزها تصغر قد ايه؟ تصغر نص نص، ربع ربع، قد النمله، فوق النمله بشويه، مفيش حدود، صح ولا ايه؟ بمعنى كده انت حاطط الشنطه عشان الفنتركلز تصغر. الفنتركلز صغرت دوت مش هو السندروم. ايه هو بقى السندروم؟ انت دلوقتي حطيت الشنط وشغال شغال شغال كله تمام، والفنتركلز بقت زي النمله، لحد لما الفنتريكل نفسه بقى فايبروزد، الجدار بتاعه بقى فايبروزد، جت الشنطه اتسدت، خلاص طيب الشنطه مسدوده والفنتريكل ما يقدرش يستند، خلاص سيبت على كده. اشتكي العيان من ايه؟ صداع فظيع زي الهيدروكيفلس بتاع زمان بالظبط، لانه عنده افراز وما عندوش فنتريكل قادر يدايليت والشنطه ما بتفضيش. هو ده سندروم اسمه سليت فنتريكل سندروم. يبقى لو واحد ركب شنطه تيوب وبعدين بيعمل ريجولار فول اب، لقيت الفنتريكل قد النمله، ما بيشتكيش من حاجه، هو بيعمل فول اب، ما اسموش سليت فنتريكل. كلمه سليت فنتريكل دي كانت على لساننا في ابو الريش بالخبل على كل عيان الفنتريكل بتاعه صغير، سليت فنتريكل بنقول ما فيش حاجه اسمها. طالما المريض ما بيشتكيش من حاجه يبقى دوت شيء طبيعي. امتى يكون اسمه سليت فنتريكل سيندروم؟ يكون عنده سيفير سيمتومز والفنتريكلز فيها شنط والفنتريكلز صغيرين. خلاص؟ مفهوم؟ نعم؟ لا اللاترال فنتريكلز اللي هم فيهم شنط. فيهم شنط. ما هو الاصل الشنطه محطوطه عشان الاكويدكت، فالباقي كله خلاص ما فيش الا الفورس فنتريكل، مش هيعرف يوصل له حاجه، هيبقى نورمال بس مش هيوصل له حاجه، لان مشكلتنا في الفنتريكلز اللي فيها الشنط ان هم ما دي دو نوت اكسباند. لا ما في الحاله ديت ما انت مش ما فيش مجال. اللي احنا بنشوفه في الكلينيكال براكتس انك تلاقي الفنتركل صغيرين جدا جدا والعيان بيصوت. تعمل ايه للمريض دوت؟ المفروض تغير الشنط، ما تعرفش تغير الشنط ليه؟ عشان الفنتركل قد النمله، ما تعرفش تدخل جواه شنطه تيوب ثانيه، هي دي مشكله. فما اعرفش هم بيعملوا ايه الحقيقه بالنسبه للناس دول. فانت لما تلاقي كده فنتريكلز صغيرين جدا، المريض ما بيشتكيش، يبقى كل حاجه تمام. بيشتكي ويصوت والكلام دوت، يبقى هو سليت فنتريكل سيندروم. هذا وبالله التوفيق.